شلونكم يا جماعة الخير؟ شنو قصة الجلطة الدماغية؟ وليش هالقد شائعة بالمجتمع؟ وشنو قصة انه الواحد اللي يصير عنده جلطة بالدماغ تبين عليه بشكل اوضح مما شخص يصير عنده جلطة بالقلب؟ لانه هذا بين عليه اثار، بينما ذاك ممكن يستمر بحياته بعد العلاج. بس قبل ما ندخل بهاي التفاصيل، احب اقول لكم اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من صحتك مع زمن. وياكم دكتور زمن الخفاف، طبيب طوارئ من شمال انجلترا. خلينا نحكي بسرعة على موضوع الحوامل واللقاحات قبل ما نجاوب موضوع الجلطة. وطبعا اي مواضيع تهمكم لا تنسون تكتبوا لنا اياها، سواء بوسائل التواصل الاجتماعي او على قناة اليوتيوب، سواء قناة زاغروس او قناة الشخصية. الموضوع اللي راح نحكي به بخصوص الحوامل انه بريطانيا غيرت سياستها بالنسبة للتلقيح الحوامل. شنو التغيير اللي صار؟ انه النتائج اللي صارت بالولايات المتحدة الامريكية نتيجة تلقيح فايزر وموديرنا كانت ايجابية، ما لقوا اي مشاكل خلال فترة الحمل، وبالتالي راح يتم اعطاءه بالمملكة المتحدة. زين، ولقاح استرازينيكا اللي موجود بالعراق، لقاح استرازينيكا لحد الان ما لقوا به نتائج سلبيه، بس ما كملت البحوث، ولذلك اكو به تريث مدى ينطي للاشخاص او للسيدات الحوامل خلال هاي الفتره. هذه علامات ايجابيه، وننتظر النتائج بالنسبه لباقي اللقاحات. هاي مساله كلش مهمه تغيرت بخصوص التلقيح لبريطانيا، وبالتالي الحوامل ينطن اللقاح خلال فتره الحمل بناء على تسلسل الخطوره. بريطانيا اتبعت نظام انه الفئات الاخطر بالمجتمع تم تلقيحها بالبدايه، وبالتالي الناس اللي اعمارها كبار تم تلقيحهم، والناس اللي عندهم امراض متعدده تم تلقيحهم، والناس اللي يشتغلون مجالات عملهم هذه تخليهم بالتماس مع ناس مصابين، مثل الناس اللي عاملين بالصحه هذول ايضا تم تلقيحهم، وهكذا. فدورات ناس اصحاء بس بعمر اصغر ما استلموا اللقاح لين بعد ما وصلهم السرة بمستوى الخطورة. هذا موضوع اللقاحات. اي سؤال عن اللقاحات انا حاضر للجواب، لا تنسوا انه تكتبوا لنا اياه. نرجع لموضوع الجلطة الدماغية. الجلطة الدماغية هي لما يصير انسداد باحد الشرايين اللي توصل الدم الى منطقة من مناطق الدماغ. الدماغ بمناطق متعددة بالفصوص الامامية، وايضا اكو ما يسمى بالمخيخ او السربلم، اللي هذا يأثر على مسألة التوازن. فاحتمال الجلطة تخلي الشخص يفقد توازنه، يعني هو عنده قوة كافية بايديه ورجليه يقدر يتحدث بشكل طبيعي، ولكن يحس روحه دا يمشي على بلم فاقد الاستقرار. هاي وحدة من العلامات الممكنة، مو شرط كل العلامات تكون متواجدة. هاي وحدة. اكو علامة اخرى انه يصير اكو ضعف باحد الاطراف، يفقد يعني إمكانية وقوة المسكة والعضلات اللي موجودة بهذاك العضو، سواء الأيدي أو الأقدام يفقد إمكانية تحريك هذه القدم. الاحتمال الآخر هو مسألة أنه الناس تفقد الإحساس. يعني أنا مو نقول يتغير الإحساس، الإحساس ينفقد في أحد أجزاء الجسم، سواء باليد الرجل وأحيانا بالوجه. وبالوجه أكون مسألة أخرى ممكن تصير لما يصير ضعف، أنه يصير انخفاض بعضلات الوجه من جهة واحدة تفقد العمل، واللي إحنا عادة نسميه صاير عنده شرجي. الشرجي لا تنسونه أكو مرات يكون نتيجة إصابة فيروسية ما لها علاقة بالجلطة، هاي نحكي بها في موضوع وفيديو منفصل. لذلك من المهم أن تتابعون القناة، لأنه راح نحكي بكل المواضيع اللي تهمكم. نرجع لموضوع الجلطة. عادة الناس تشوف بالوجه انه الوجه يميل الى جهة معينة وتتصور انه هي الجهة المصابة، ولكن بالعادة الاصابة بالعكس. ليش؟ لانه الجهة الصاحية والسليمة راح تسحب الوجه الى جهة اخرى الى جهتها، وبالتالي الجهة الثانية تبدو هي المنخفضة وما تبين عليها. مهم، هذه تفاصيل نتركها للأطباء، بس إذا نشك بشخص عنده جلطة لازم نأخذ المستشفى حتى يشوفوا الأطباء، لأنه يحتاج علاج. من الشغلات اللي يصير عادة مثل ما قلنا يصير انسداد بأحد الشرايين. المشكلة أنه ماكو شرايين بديلة توصل الدم لديك المنطقة مثل ما موجود بباقي أجزاء الجسم، وبالتالي نتيجة الجلطة تموت أجزاء من الدماغ. بس أيضا أكو نوع آخر من الجلطات اللي هي الجلطة النزفية، وهي أقل حدوثا، بس دورات يصير نزف
من أحد الشرايين بمنطقة معينة، وهذا هم ما يأثر على الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ ويخليها تفقد إمكانيتها ووظائفها. هاي مسائل مهمة لازم نترك علاجها للمستشفى، ناخذ المريض للمستشفى بأسرع وقت على مدى الأطباء في رد هذا الطوارئ يتعاملون وياه بالشكل المطلوب. إذا تحبون تعرفون تفاصيل أكبر لا تنسون تكتبون بالتعليقات، نقدر نحكي بمسائل العلاج والفعاليات اللي يتم أدائها بعد الإصابة بالجلطة. كان وياكم دكتور زمان خفاف من شمال إنجلترا، تحياتي لكم وما عندكم إلا الصحة والعافية.